الى تحت لك الفرصه انك تغير، شنو يمكن لك تغير وشنو فين كيبان لك كاين الخلل، شنو الحويجات اللي خاصها ترتب، شنو اللي يمكن لك دير؟ سؤال مشروع، وبالتالي هذا السؤال هذا فيه ثلاثه ديال الحوايج مهمين. الامر كيتعلق بالشخص وبالسن والثقافه كذلك. فالطموح الانسان مشروع، ومزيان يكون طموح لانه انسان طموح مرتبط بالامل. فالامل ديالنا هو شخصيا تحسن وضعيه ديالنا المعيشيه، وثانيا نشوفوا وليداتنا يعني المستقبل ديالهم يعني واقفين على رجليهم كما كنقولوا بالدارجه، اي ما نخليهمش عاله على الاخرين، يكون عندهم عمل شغل. الشغل عندنا معضله، والشغل بطبيعه الحال كاين السبب ديالو هو جوده التعليم. اهم شيء اللي خصنا نغيره في هذه البلاد ونكونوا صادقين مع انفسنا، اذا بغينا الخير لهذه البلاد، وكل شيء راه باغي الخير لهذه البلاد، نهتموا كثير بالتعليم وبالتربيه للاجيال. ف املي انني كل شيء المغاربه يكونوا متقفين وعندهم واحد الصنعه، واحد الحرفه، واحد الدرايه باش يواجه الحياه ويكسب لقمه العيش ديالو بشرف، ما يلوحش راسه في البحر. هذا الطموح الاول بالنسبه للمجتمع وبالنسبه لاولادنا. الطموح الثاني وهو الاخلاق المغاربه، اسره تخلات على الدور ديالها. فالاخلاق المغاربه بدا من الشارع، كيلوح الشنقوم، كيلوح الزبل في الطريق، ما كنحترموش بعضياتنا. وبالتالي وسائل الاعلام مثلكم، الاسره، الاصدقاء، كل شيء واحد ينصح الاخر من اجل تحليب الاخلاق الفاضله والكريمه اللي كنشوفوها في دول مجاوره وسبقتنا. وبالتالي هذا طموحي، ان نشوفوا المغرب نقي وعقول الناس نقيه والتعامل فيه ثقه في قدات في اي شيء. الشيء الثالث وهو الحسن الثاني الله يرحمه، دار دولة المؤسسات، والسي محمد ملك محمد السادس كيكمل المشوار ديال تركريس دولة المؤسسات. وبالتالي طموحي اننا نختار الاشخاص في المكان المناسب، الناس المناسبين لتقلد المسؤولية، والكفاءات موجودة، يجب المغاربة أن يحسنوا الاختيار. وبالتالي كنت متيقن لو كانت نخبة كتسير البلاد بطريقة احترافية ومسؤولة، كثير من الأشياء تغير نحو الأحسن، وما كنتمناو غير الأحسن للمغاربة، وحنا متفائلين إن شاء الله.